الناس كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. في الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم طريقه ولا افكار كيفاش تنسقوا السراول اللي دابا دايرين بزاف 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 على الموضه. انا كيعجبني بزاف هذا الستيل ديال السراول هذا لانه كيجي واحد الستيل يقدروا يلبسوه يوميا، يقدروا يلبسوه للعمل، كيجي مريح وفي نفس الوقت كيجي فضفاض، يعني ما كيبينش لينا كما كنقولوا الفورمه ديالنا على حسب، يعني الا خديناه واسع شويه كيجي زوين في اللبسه. بالنسبه لي انا صراحه من احسن السراويل اللي كنلبس هما هاد السراويل اللي غادي تشوفوا دابا، كما كنقول لهم حنايا بالمغربيه السراو ديال الصاله. كتجي في الصاله ديالهم كما قلت لكم مريحه، اللبس ديالهم كيجي تقدروا تلبسوهم كاسوال ولا تقدروا تلبسوهم مثلا سبور على حسب نتوما الستيل ديالكم كيفاش داير. صراحه يعني كما قلت لكم من احسن السراويل اللي كيعجبوني مؤخرا هما هادو، كما قلت لكم مريحين بزاف 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 بزاف. ولهذا غادي نبداو الفيديو. في نفس الوقت غادي نهضر لكم من حقاش خديتهم من هاد السراول هادو، من موقع اللي سميتو هوت ميامي ستايل اللي غادي نكتب لكم السميه ديالو هنايا. بغيت نقول لكم بان التوصيل ديال هذا الموقع هذا جد سريع، يعني ما كيتعطلش تقريبا سيمانة 10 ايام ماكسيموم ولا تعطل، اما بعض المرات كيوصلني 5 ايام للدار. كيجي داكشي في باك مقدم صوب مطوي كل حاجه في بلاصتها، كيجيو دائما واحد جوج بياسات كيديروهم لكم هنا في هذا الصاك كيصيفطوا لكم. كما كتشوفوا هذا هو الاسم ديال المحل ديال هوت ميامي ستايل، يعني كنصيفط لك داكشي كما قلت لكم مطوي مقدم صوب. انا هادشي وصلني دابا راه مده، هادي نوريكم الكرتونه فين وصلني هي، ويعني بعد من الحاجات صافي لبستهم زعما، لانني صراحه غير كنتسنى امتى خلاص يوصلني داكشي، لاني واحد خصوصا السروال الكحلي لابساني دابا انا مع هاد اللبسه هادي اللي غتلقاو نخلي لكم تصويرته هنايا، كنت متشوقه خلاص يوصلني لحقاش كنت خديت مع عندهم واحد يعني نفس هذا اللي لابسه، ولكن درتو في الماكينه ديال الصابون ودرت معاه بابيل ولا كلينيكس وطلق فيه يعني البيض كما كتعرفوا مشى لي داك اللون ديالو الزوين، يعني كان الغلط ديالي ولهذا عرفتي بقى فيا الحال بزاف بزاف بزاف. واكيد قد ضروري خصني ناخذ عاوتاني واحد اخر بحالو، وخديت واحد بحالو كما قلت لكم هو اللي لابساني في هذه الصوره اللي شفتو، وهو اللي تلابسه دابا نيت مع نفس اللبسه اللي شفتو في الصوره. السروال الكحل البنات اللي شفتو كيجي معاهم هذا الطوب هادو، بالنسبه للبنات اللي كيلبسوا يعني الطوب، اما حنايا المحجبات نو ما كنلبسوهمش، كيجيو معاهم هذا الطوب هادو. كاين كما قلت لكم بنفس الثوب، هو الثوب ديالو واحد الثوب زويون، انا ما كنعرفش نشرح الثوب، مي راه نوري نقرب لكم هذا الطوب هذا باش تشوفوا الثوب ديالو كيفاش داير، لانه نفس الطوب نفس الثوب ديال السروال، يعني كيجيو مع بعضياتهم السروال هذا اللي نفس نيت السروال اللي قلت لكم هذا الابيض، خديته بالباج باش نشوف هذا اللون. الصراحه اللون كان كيحسب لي شويه الباج غامق، مي جاني هذا فاتح، حتى هو نفس الطريقه كنفكر لي يعني غادي نلصقو يعني مع البلايزر، يعني كما كتعرفوا انا البلايزر كما قلت لكم كنحمق عليها، مي بهاد الحالات تقدروا مثلا تناسقوه مع القبيات ديال الكيط مالي، كنعرفوا كيجيو مثلا بلا قب ولا حتى بالقب، ولكن يجيو شويه فيهم شي لي ديتاي اللي يكونوا مثلا شي فيهم بيرلاس ولا فيهم حجيرات كيبري ولا هذا كيجيو زوينين، وتلبسي معاهم تلبسو معاهم شي سبرديله بيضاء ويجيو غزالين في اللبسه. المهم السروال يعني كما قلت لكم هو زوين، وكما قلت لكم حتى هذا تقدروا تلبسوه يعني كلاس، تقدروا تلبسوه سبور. نحاول نقلب على شي تصاور لنوريكم يعني كيفاش يتلبس هذا اللون هذا. صراحه هذا اللون هو يعني واحد اللون ناتورال اللي يقدر يجي مع كل شيء، يقدر يجي حتى مع هذا البلايزر اللي انا لابسه لان داخلين في هذه الالوان. المهم انا غنشوف الا قديت ندير لكم شي فيديو باش تشوفوا كيفاش نسقتو، سينو غنخلي لكم الصور هنايا. وبالنسبه للبنات الطايات اللي ما قلت لكمش فهاد السراول انا كناخذ دائما ال، كيجوني ال هي هذيك فهاد السراول بعدا ال ولا اكس ال ما عرفش هي بلاصه الطايه البنات، نشوف المهم ما عرفتش والله. المهم بنات ما كايناش الطايه، مي كنظن لا خديت ال، كنظن حقا المهم غادي تلقاو لي لقيتو الاكس ال راه خديت الاكس ال، باقا تنعقل خديت اكبر طايه كانت عندهم، كنظن واش ال ولا اكس ال، المهم اكبر طايه غتلقاو عندهم لانهم هما ما كيفوتوش بعدا الاكس ال، وكيجيوني هما هذوك في اللبسه. وكما قلت لكم البنات هادو زعما المحجبات هاد السراول هذا ولا هاد الستيل ديال السراول يعني صراحه كيعتق، يعني كما قلت لكم ماشي من الضروري تلبسوه بالستيل ديالي، لانه كاين البنات اللي ما كيعجبهمش يلبسوا مثلا بالستيل ديالي، بالحق تقدروا تلبسوه بالستيل ديالكم، كيجي جد مريح وكيجي فضفاض. يعني نتوما فين كتلبسوا الطويل تقدروا تلبسوه مع الطويل، غير هو خصكم تعرفوا كيف ما قلت لكم كيفاش تناسقوه. مثلا كنتو كتلبسوا الطويل نعطيكم بعض الافكار، تقدروا تلبسوا هذا مع قميجه بيضه طويله، يعني غادي يجي حتى عند الركبه، ومن تحت الركبه هو اصلا كيبينش الفصاله يعني من الركبه لتحت، لهذا كونوا هانين، كونوا هانين من هذه الناحيه كيجي غزال في اللبسه كما قلت لكم، وتقدروا تكومبينيو على حسب الستيل ديالكم. نفس الشيء حتى هو جاي معاه، جاي مع هذا الطوب ديالو، حتى هو نقرب لكم باش تشوفوا التوب كيفاش داير،
شوي بنتو كيفاش داير. ما عرفت انا ديما كتقول لي بنت خالي هادو بسميتو هادو كتنسى عليا وكنعرف كنت نسالي تسميتو دتو والله ما عرفتش شنو سميتو. المهم انا ديما كنفكروا بالسراو اللي كنلبسو في البحر مثلا دوك السراو البيضاء اللي كيكونوا باردين وكتلبسيهم باش تمشي تمشي حدا البحر. يعني هذا بحال نفس داك التوب يعني صراحه واحد التوب غزال بزاف بزاف بزاف. حاجه اخرى البنات هي اللي هو بعدا بهاد اللي دارج بزاف على الموضه. المهم حتى الباج والكحل باقي يعني الكحل دايما كاين والباج دارج على موضه هاد التيندونس كما سبق لي قلت لكم في الفيديو اللي غادوز لكم هنا من الفوق. وهاد اللون حتى هو دارج على التيندونس ولكن كما قلت لكم دائما هاد اللون هو المفضل عندي. خديت هاد السروال هذا اللي كتشوفوا كلا هاد اللون هذا كنسقوا مع بزاف ديال الالوان. نخليكم هنا واحد التنسيق نسقته مع تريكو كحل ومع بليزر ولا ريبيكا طويله بالكحل صافي. سبرديله بيضاء كما كتعرفوا انا سبرديله بيضاء كنلبسها بزاف ديال الطرق يعني ما كيهمنيش الستيل كما بغى يكون كنلبس سبرديله بيضاء لانني من نهار وليت ام ولا من نهار كنت حامله صافي وليت دائما كنرتاح في السبرديله مابقاش كنرتاح في الصنادل. ولا انا اصلا ما كنلبسش الطالو ولكن ديك القضيه الصنادل وداك الشيء قليله لبستها. اما صراحه كنرتاح في السبرديله والسبرديله اللي كتجي مع كلشي هي السبرديله بيضاء كما كتشوفوا بزاف ديال الفليلو كاملين تقريبا اللي كنلبس كنلبس معاهم سبرديله بيضاء. المهم انا غنوريكم تقريبا هذا خليكم تصاوروا وشوفوا كيفاش كيجي. المهم كيجي مريح الفصاله ديالو غزاله كيجي التوب ديالو طايح ماشي بحال هذا اللي سبق لي قلت لكم كما كتشوفوا التوب ديالو حريري وفصالته غزاله غزاله. المهم كتجي فيه الصدفه كتجي فيه الصدفه من هنايا من الداخل وعاد باش كيجي فيه هذا اللي كتسدو بحال هكا شفتوا يعني كتجي الصراحه مجموع وكما قلت لكم وكيجي مريح في اللبسه مريح في اللبسه وكلشي البنات راه كيجي بالتيكيت ديالو كما كتشوفوا. هذا خديته البنات الطايه الي يعني كما كتشوفوا انا كنظن حتى في هاد الكحلي لابسه وهاد البيج خديت الطايه الي وجاوني هما هادوك حتى هذا كيجيني هو هذاك يعني خصوصا انا ملي كيهمني من القدام القدام خصهم يجيو واسعين. اما من اللور العمني كنلبس دائما يعني كنلبس دائما ريبيكا طوالي دائما دائما ولا الا كانت ريبيكا قصيره كنلبس شي حاجه طويله من اللور. اما المهم عندي هو القدام يكون واسع لهذا هذا جاني كيجوني هادو كاملين اللي جاتني هي هذيك بالنسبه ليا جاوني مريحين في اللبسه وما جاونيش مزيرين يعني انا عجبني كيفاش جاوا معايا لهذا اللي كنتو مهتمين عندكم نص الطيه ديالي هادو راه غادي يجيو معاكم الا شفتوا الصوره عجبكم زعما كيفاش جاني في الوسوعيه. واللي عجبني فيه كما قلت لكم البنات هو لاستيك لاستيك يعني ديالو جد جد مريح. بالنسبه للبنات لهاد التوب هذا حتى هو تقدروا تنسقوه مع الطالو تقدروا لانه توب حريري كيجي طايح تقدروا تلبسوا مع بلايزر بنفس اللون مع كما كتعرفوا دابا دارج موضه تلبسوا بلاي يعني تلبسوا التراخي يعني تراخي كومبليت وتقدروا تشوفوا لي بلايزر بنفس اللون تقدروا تلبسوه مع خيرسي يعني تقريبا هاد السراو كلهم عندهم نفس التنسيق ولا تقدروا ديك الساعه تبدعوا على حسب الذوق ديالكم ولا مثلا تلبسوا قميجة من تحت وتلبسوا فوقها خرسي كيجي ستيل واعر مع سبرديله مع طالو كيف ما بغيتوا كيف ما رشقات لكم تقدروا تلبسوا غير هو كيف ما قلت لكم كل وحده شنو كيجي معها. لهذا خصنا نبقاو نقلبوا شنو كيجي معنا عاد باش ننسقوا الحاجه ماشي من الضروري اللي شفنا شي وحده لابسها تقدر تجي معنا لا يعني خصنا نلقاو الحاجه اللي كتجي معنا على حسب فورمتنا على حسب واش عامره واش ضعيفه ولا المهم على حسب كل واحد الفورمه ديالو شنو كيجي معاه. انا هاد السراول مثلا اللي كيكون التوب ديالو مطيح كيعجبوني كما قلت لكم انا اصلا كلشي كنلبس مع سبرديله بيضاء ولكن الا خرجنا من سبرديله بيضاء نقدر نلبسو مع الطالون نقدر نلبسو مثلا مع نيت كونفيرس ونلبسو من فوق كما قلت لكم قميجه تكون طويله ومن الفوق يكون شي خرسي ولا شي تريكو ديال الصوف نلبسو يكون قصير وكتجي لبسه غزاله غزاله وتلاق حتى هكا نهار على نهار ولا الجامعه ولا النهار اللي بتمشيو مريحين وسخيخين كيجي في اللبسه واعر. وهذا كالبنات كيجي مع هاد الطوبي هاد الطوبي ما عرفتنيش بهاد الطوبي هاد النهار هاد الطوب هذا اللي توا كيجي قصير يعني هذا ما غير خديته لحقاش انا ما كاينش هاد التوب هذا غير سروال بوحدو غير وريتو لكم وصافي. كيجي الطوب هو داير بحال هكا كما كتشوفوا اليدين ديالو مفتوحين من هنايا وفي صديفه من هنايا وكما قلت لكم قصيره نعطيه شي كادو لشي صاحبتي نصرانيه وصافي. كيجي فيه لاكوم من هنايا اما كما قلت لكم التوب باش نقرب لكم شويه ما بالكمش التوب ديال اللي قبل التوب ديالو غزاله البنات ما عندي ما نقول عليه. خديت من عندهم هو السروال مخطط مخطط البنات وكيجي في الصمطه بحال هكا كما كتعرفوا دابا خرج هو طوندونس هذا الستيل هذا ديال السماطي هذا البنات كما كتشوفوا وخرج هذا الستيل مخطط هكا مع الطراخي ديالو يعني مع الطراخي يجي كامل بحالو ولا خارج مع تقدروا تلبسوه بوحدو تلبسوه مع خيرسي بالبيج بالكحل بالقهوي القهوي يكون شويه بارد داك القهوي اللي دارج دابا على الموضه
صراحه يجي غزال. مهم على حسب كل واحد الذوق ديالو، مع البياض بلون كاسي يعني صراحه يجي تناسقوا مع بزاف ديال الحاجات، وتلبسوا معاه السبرديلة بيضاء عاوتاني ولا كونفيرس ولا مهم كل واحد شنو كيعجبو، ولا فانس ولا كل واحد شنو كيحتاج، ولا حتى الطالو الا بغيتوه للخدمه. ولكن للاسف هذا السروال البنات ما جاش قدي، جاني ضيق، واخا راني خديت نفس الطايه خديت الال، ولكن هذا جاني ضيق لحقاش عنده هنايا مزير وما كيتجبدش، لهذا جاني ضيق. يعني التوب ديالو كما قلت لكم ماشي الاستيك، ولكن واحد الخامه ولا واحد التوب ديالو يا البنات ما عندي ما نقول. المهم كلهم البنات هذو اللي سبق لي وريتكم فيهم الجيوبه، هذا حتى هو فيه الجيب حتى هو فيه الجيب، وكما كتشوفوا حتى التوب البنات غزال صراحه، بقى فيا الحال ملي ما جاش قدي. اما التوب ديالو كيحمق، عرفتي حمقني حمقني بزاف التوب ديال هذا، حتى هو هذو كلهم اللي وريتكم التواب ديالهم مختلفين على بعضياتهم، والفصاله ديالو حتى هي غزاله ما عندي ما نقول عليها. كما كتشوفوا هذا ما نقدرش نقيس لكم لا نوريكم تصاور، مي غنخلي لكم شي افكار لو بغيتو تنسقوا عندكم شي سروال مخطط وبلون بهذا البلو ماغي ولا بالكحل كيفاش تنسقوا، نخلي لكم بعض الصور هنايا باش تديو افكار. كما قلت لكم ثاني باقي درج موضه هذا السيد ديال التوب وهذا السيد ديال الخطوطه، وحتى هذا السنطه راه باقي يعني اذا كان دارج يمكن هذا الصيف هذا وباقي دارج وبقوه مع الكساوي مع السراول مع كل شيء. المهم السروال صراحه كما قلت لكم حمقني، نشوفوا الا ضعفيت من هنا من هاد الشهرين هاد الشهر سينو صافي ما كيجيش قدي صراحه ما جاش قدي. ودابا البنات غنوريكم يعني وريتكم تقريبا بعض الصور بعض الافكار كيفاش تناسقوا هاد السراول، وكما قلت لكم غنخلي لكم كلشي بلا فغدان فولا، بغيتو تاخذوا شي حاجه من عندهم ولا اللي عجبتكم شي حاجه من هادشي تقدروا تاخذوها، وتشوفوا حتى الاثمنه الا كنتو مهتمين. كما قلت لكم بالنسبه للكاليتي ما عندي ما نقول عليها، كاليتي مزيانه مزيانه بزاف 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 وصافي. الا كان شي كود برومو ولا شي حاجه غنخلي لكم فلا فغدان فو، وحتى كيف ما سبق لي وقلت لكم ديما داكشي اللي كنقول لابسه راه غادي نخلي لكم فلا فغدان فو. اش بغيت نقول لكم بالنسبه لهاد لافيست وهادي ان شاء الله غادي تشوفوها في فيديو مقبل، راني صورته ومقاد غير واخد باقي ما حانش الوقت باش نحطو ان شاء الله، ملي غادي نحاول نحط لكم هاد السيمانه ان شاء الله، وغادي تشوفوا يعني هاد منين شريتها. وندوز البنات دابا نوريكم شنو خديت من عندهم عاوتاني، خديت من عندهم هاد التاكيطه هادي لحقاش هادي ما كنفكر نبقى ندير السبور في الدار، وخديت عجبتني هاد البنات نوريها لكم مسدوده باش تبان لكم احسن. خديت من عندهم هاد القبيه هادي اللي كتجي عرفتي واعره البنات في اللبسه، بالنسبه للبنات اللي هكا كتلبسوا هاد الشيء ماشي حجابي السبور كيجيو من هنايا فيهم بحال هذا كيبين، الكمام ديالهم كيجيو مزيرين. اما التوب ما عندي ما نقول عليه بحق البنات اللي بغيتو ثاني محجبات كديروا السبور في ديوركم، وهذا ثاني زوينين شفتوا هذا عندهم كل مشفاف هاد الجناب هادو، والتوب ديالهم كتحدا التوب اللي كتحسوا غادي ديروا به الرياضه وغادي تعرقوا النيت، يعني توب واعر. كما قلت لكم دابا انا ويا ان شاء الله نبدا ندير الرياضه في الدار، بغيت شي زعما شي شاندال يكون كومبليتو، ولقيت عندهم هذا وعجبني كيجيو فيهم الجياب هنايا. كما قلت لكم هذا الشيء كلشي هذا كيبين من هنايا من الجناب، اليدين حتى هما كيبينوا من هاد البلاصه هادي، كنحاول نوريكم كاع لي ديتاي كما كتشوفوا البلاصه هادي صافي فيه القبيب والسنيسله ديالو كيجيو فيه هادو. المهم كيجي زوين صراحه في اللبسه، وكما قلت لكم كتحسوا به كيجمع وكيذوب الشحمه، وعندو بحال هاد شويه كيجي مجموع من هنايا ما كتجيش يعني التاكيطه مطلوقه. والليجينز ديالها ولا ديال هاد التاكسي ديال هاد التاكيطه اللي كيجي حتى هو بحال هكا حتى هو نفس الشيء كتحسي به يعني كيذوب الشحمه، عنده هاد البلاصه هادي كتجي طالعه على الكرش وصافي، حتى هو نفس الشيء جا هابط هابط حتى لهنايا وبدا كيبين هذا كما كتشوفوا كيجي بحال هكا. صراحه البنات هادو عجبوني بزاف بزاف كما قلت لكم، لان كتحسوا بهم ملي كنتو كديروا الرياضه كيجمعوكم، وكحتى كتحسوا كما قلت لكم كتعرقوا نيت نيت. وهادو خديت فيهم تهما طايا الي، وعندهم البنات حوايج السبور واعرين، عندهم الليجينز راه سبق لي وشاركتهم معكم واعرين كاليتي مزيانه 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 واعره واعره واعره، ما عندي ما نقول من الستيل ديال الليجينز اللي كتطلعوهم حتى فوق كرشكم، واخا كديروا الرياضه واخا كتحركوا ما كيتلواوش سينو كيبقاو شادين في بلاصتهم، كيخدموا بواحد الماتيريال غزال غزال بزاف الصراحه. حاجه اخرى البنات اللي خديت هو هاد السروال هذا صاوب الخزي صراحه، هذا قلت غادي يجيني واسع زعما، وهذا اللي عجبني فيه هو السنطه، تعجبني بزاف هاد السنطه كما قلت لكم اللي خارج دابا لاموض، وقلت غادي يجيني واسع جاو فيه الجيوب هنايا هنايا في الجنب كما كتشوفوا، وجات فيه لاقوم من هنايا. كنت واحد الوقت البنات ملي كنت كنقرا خارج لاموض بزاف هاد السيل ديال السراول هذا، وكان عندي واحد كنحماق عليه فين ما لبستو كنحس براسي ما عرفت شنو لابسه، وملي شفت هذا قلت هذا غادي يجيني واسع، يعني خديت طايه ال يعني على حسب انه غادي يجي قدي ساعه والو ما جاش قدي سي خديت الايت ساعه جاني حتى هذا جاني مزير، يعني ما يلاقش ليا هذا كنظن واخا ضعف نهائيا ما غاديش يجي جديد من غادي يجيني مزير، لهذا هذا ما جاش قدي. المهم الا كان شي بنت فيكم كيعجبها هذا الستيل راه كاينين في هوت ميامي ستايل كما قلت لكم كتجي فيهم لاقوم، التوب ديالهم حتى هو ما عندي ما نقول عليه زوين، هو التوب بحال واحد الجين بحال ما عرفتش كيفاش نقول لكم، وكما قلت لكم هذا اللون هذا راه دارج بزاف هذا الخريف. وحاجه اخرى اللي خديت عندهم البنات هو هذا البلايزر هذه اللي جات ديال موبرا
غنشوف الى قيسته ولا هذا. نوريكم كيفاش كتجي ملبوسه، كتجي بحال هكا كما كتشوفوا، كيجي فيها الحزام ديالها. المهم انا غنحاول نخليها نوريها لكم كيفاش كتجي ملبوسه ان شاء الله. وخديت فيها طايا اللي كنظن خديت اللي وجاتني الصراحه شويه مزيره، يعني سي ال ال وجاتني شويه مزيره اللي كنظن لحقاش البصل ديالها اصلا كتجي مزيره. بالحق انا ديما كيعجبني الحوايج يكونوا واسعين، راكم عارفين وكتلاحظوا باللبس ديالي. مثلا البلايزر نقدر ناخذها طايا زايده، قميجه نقدر ناخذ طايا زايده، ديما كيعجبني شي يجيني وافي، ما كيعجبنيش يجي داكشي لاصق. وهذه جاتني شويه مزيره من هنايا. المهم انا غنشوف نقيسها ونوري لكم كيفاش كتجي. اما هي راه كتجي طويله طويله طويله، والتوب ديالها مبرو داخل فيها بحال هاد الدوغي هذا كما كتشوف، كتجي زوينه. هذه البنات بالنسبه تقدروا تنسقوها مع قميجه بيضاء وسروال ابيض، تقدروا تنسقوها مع كل شيء كحال وديروا لي زاكسسوار بالدوغي ولا بالالوان اخرى. المهم على حسب كل واحد الذوق ديالو يقدر ينسقها. ومع فيت البنات خليت معندهم سروال جين، صراحه الكاليتي ديال سروال الجين جاي عندهم غزاله غزاله. واللي كيعجبني فيهم هما انهم الاستيك كيف ما كتشوفوا، يعني كي يعني قد ما شريتوهم زعما كيت كيت كيجيو مع الكوربو ديالكم، يعني ما عرفتش كيفاش نشرح لكم. المهم الاستيك راكم عارفين ستيل ديال كيفاش ديال الاستيك. غير هو جاني شويه قصير من الرجلين، جاني شويه قصير وكنت نصاوبو من التحت لانه جاني واسع بزاف، ومن هنا جاني هو هذاك ومن التحت جاني واسع. المهم سروال الجين سامبل صافي باسيك على حسب نهار على نهار. غير هو ما كيجيش مجموع من هنايا زعما كما قلت لكم، ما كيجيش بيتيو، كيجي شويه واسع من هنا من التحت. هذا ما غاديش نوريكم كما قلت لكم لانه جي جين عادي. فايت لي خديت معندهم جين كما قلت لكم وعجبني بزاف الكاليتي ديالو، لهذا عاود خديت معندهم هذا. وهذا خديت معندهم تاهما ال، كنظن خديت ال في هذا سي اصلا عندهم يمكن غير ال الاكبر طايب يمكن مع الاكس ال. المهم خديت معندهم ال وجاني هو هذاك في اللبس. غير هو خديته واحد الافكار يعني من هذا الشيء، وكنتمنى يا ربي يعجبكم الفيديو وما تكونوش مليتوا معايا. يعني واكثر حاجه كما كنقول لكم دائما دائما كنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم، ما تكونوش مليتوا معايا. بوسه كبيره لكم. بغيتكم تقولوا لي واش بغيتوا ندير لكم منتجاتي، يعني ساليت عرفتي منتجات بزاف بزاف البنات اللي ساليت، يعني تقريبا واش ديال العام كامل ولا ما نعرف لي ساليت. وبغيت بغيتكم تقولوا لي واش بغيتوا ندير لكم فيديو ديال المنتجات اللي فيهم منتج ديال الكادونا، منتج ديال الكريمه ديال التاغاما. مهم كاع داكشي اللي استعملت تقريبا بقيت كنجمع البنات اللي مشيت درت لي بياسه ديك النهار الدوش والهذا، عرفتي جمعت واحد الشبكه قد هكا البنات ماما ميا، يعني كنت معمره الدوش غير بلي برودوي اللي مساليين. كنت كنقول خلي ما خصنيش نوري تنوري البنات، خلي خلي حرتي تمشي ندير لي بياسه صافي كنحيد عليا لي برودوي كاملين وانا نجمع داكشي. هذا اللي بغيتو تقولوا لي ونشاركم حقكم عما قريب، وانتظروا الفيديو ديال تهوات تنسيقات ان شاء الله ديال الخريف اللي غادي يجي قريبا. بوسه كبيره لكم، تهلاو ليا فراسكم، باي باي.